في دمشق وريفها. ففي محافظة دمشق زار وفد من المراقبين الدوليين أحياء المزة القديمة ومزة فيلات شرقية ونهر عيشة. وفي ريف دمشق زار وفد آخر مدينة المعظمية. بدنا الحياة تحكوها تحكوها للحياة. فتحوا الباب لو سمحت. شو بدي اقول لهم اكثر من هيك؟ شو بدي اقول لهم هالشيء اللي عم يصير؟ كل العالم ما تموت، كل العالم ما يقتلوها، لك مش شايفين الحقيقه شو هي بعينون؟ خليني انزلوا يشوفوا الحقيقه شو هي. هكذا قوبل اصحاب القبعات الزرق على مخارج منطقه المعظميه في ريف دمشق بعد جوله في سياراتهم شملت عده حارات وازقه. اصواتهم وإلحاحهم وإصرارهم لإيقاف وفد المراقبين لسماعهم عكس معاناتهم وألمهم وأمنياتهم. عم يهجموا على البيوت، عم بيجوا لهم لعند الجسر وبيطوقوا بيطلعوا بالحارة من فوق مسلحين، والبشر ما عاد بتطلع برات البيت نهائيا. بدنا شيء يعني يوصلونا الحقيقة، هيدول يوصلونا الحقيقة اللي عم بتصير هون بهالحارات هاي. من ريف دمشق إلى قلب دمشق جال الوفد مراقبا عن قرب حال المدينة في يوم الجمعة. سياراتهم مسحت شوارعها لتسير في طريقها خارجا باتجاه جبعادين لتحط رحال جولتها في معلولة. جمال الطبيعة السورية كان حاضرا على أجندة الجولة للمراقبين الأمميين اليوم. نعم، هنا لاق لهم سحر المكان ليستغلوا جولتهم بزيارة لدير مار سركيس وباخوس، هذا المعلم الديني الذي لطالما كان حاضرا على تاريخ الروح المتسامحة في هذا الوطن. سوريا خلقانة ما قبل التاريخ، فليش بدهم يخربوها؟ ونحن ما بنتمنى غير من المراقبين انه ينقلوا الصورة للعالم كلياته. نحن شعب مرتاحين، عايشين، مبسوطين، ما في فرق لا طائفية عنا ولا شيء، أعيادنا سوا وأفراحنا سوا وأحزاننا سوا. البلد جازوا فيها المخربين، بشكيهم لله وعلى هالجيش اللي عم يروح حرق قلوبنا. يعني شو ذنبه مثلا إذا ما عسكري حمى العرض وحمى الشرف؟ مين بده يحمينا؟ بده يجي أمير قطر يحمينا، بده يجي مثلا الملك السعودية يحمينا، جيشنا عم يحمينا، حرام عليهم. بس أكثر من هيك